مع ضيفة مميزة مع فنون أيضا. رح نضل بالفنون ولكن رح ننتقل لضيفتنا، ضيفة مميزة كتير. هي شابة قدرت، ضريرة قدرت انه هي تكفي علمها تكفي حياتها، هي قدرت انه تحصل على درجات عالية بالعلم والمعرفة. ايضا ضيفتنا بتمتلك صوت كتير حلو، يعني بينطرب الواحد وقت يسمعه. كنا عم نسمعك هلا تحت الهواء. اكيد اسمها طبعا ضيفتنا خديجة طباشة، هي موظفة بمديرية التربية درعا، اليوم هي مدربة لفاقدي البصر على استخدام طريقة برايل بالكتابة، شاركت بعدة فرق موسيقية أيضا من فرقة التسامح والعطاء بنادي كبار السن التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية. كثير من دروب التحدي والنجاح طبعا كانت اليوم واجهت ضيفتنا طبعا لليوم. يسعد صباحك خديجة وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. يسعد صباحك برافقك. أكيد نرحب قبل شيء ليا بعازف العود اللي عم بيرافق خديجة المحامي دالي، حنسمع منه أنغام حلوة كمان. أكيد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سيد نزار. يعني كمان بدنا نقول أهلا وسهلا بعائشة، نورتونا خديجة عفوا، نورتونا اليوم بصباحنا. رح نبلش صباحنا نسمع صوتك الحلو ونعزف ونسمع عزفك الرائع. يلا خلينا نسمع. شو رح تسمعونا؟ يعني تراث. يلا خلينا نسمع شي تراثي. العين من شلو الخلان ويلي ويلي، مدري الطعن وين مدري الطعن وين، الحادي يتوجه كيف ويلي ويلي. بيت الشاعر يلدوني بيت الشاعر يلدوني وعوالتك دلوني، بالليل يا عيني بالليل، لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس اطلع بعيوني، بالليل يا عيني بالليل. شوقي يا بردنية شوقي يا بردنية، عود النخل متدلي، بالليل يا عيني بالليل، يومين تشوفك عيني يومين تشوفك عيني، كل الهموم تولي، بالليل يا عيني بالليل، بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا. الله الله. وبسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا. الله الله. وعينك على جارتنا يا عيوني ولا عينك علينا. الله الله. وعينك على جارتنا يا عيوني ولا عينك علينا. الله الله. ثلاث بنيات مروا حدو اللاني، ما نقاني اللاني، يا قلبي مدري وش بدو، خلى عيوني زعلاني خلى عيوني زعلاني. ميلي علي ميلي هاي هاي يما الزنار، النيلي يا خدو جخانم قلبي نار، ميلي علي ميلي هاي هاي يما الزنار، النيلي يا فطم خانم قلبي نار. يا ريتك لو تجي يا أمي واسمعك
كل صدى همي، يا ريتك لو تيجي يمي واسمعك كل صدى همي. زرعتك وردة بعروقي، زرعتك وردة بعروقي، وتريك انت من دمي، وتريك انت من دمي. برافو. سقفولا يعني موجودين اهالي درعا اليوم كلهم معنا هيك اذا بنشوفهم على الكاميرات، يعني اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا فينا عندكم. اكيد عم نرحب بكل الموجودين. ليا خديجه رح نرجع لعندك ونسالك عن التحصيل العلمي، وخاصه انه انهيتي دراستك الجامعيه بدمشق كمان، فخبرينا عن هذا المجال خاصه الصعوبات اللي واجهتك، كيف هيك كان عندك هي الاراده لتتحدي كل شيء وتثبتي حالك حتى بالمجال التعليمي؟ انا تعلمت بمدرسه المكفوفين بدمشق من الاول للثانويه، وبعدها انتقلت للجامعه ودرست لغه عربيه، تخرجت عام 2003 من قسم اللغه العربيه كليه الاداب. نعم نعم. وطبعا كان الامر بمساعده اهلي، يعني امي وابي وزملائي، يعني ما بتخلى من الصعوبات، بس الواحد يعني لما بده يصمم بده يحصل على اللي بده اياه. نعم. خلينا نحكي عن خديجه وحضرتك نزار. اهلا وسهلا فيك نزار. يعني اليوم انتم عاملين ثنائي، بتقربوا بعض او بالبروفات؟ بالبروفات بتكونوا موجودين. خلينا نحكي عن هي الحاله قديش حلوه، يعني يمكن ظروف صعبه مرقت على درعا، ولكن يمكن الفن استمر، محبتكم لتراثكم استمر. خلينا نحكي كيف تتدربوا وكيف تضلوا عم تحافظوا على التراث هيك تعملوا ميداليات. والله يعني بدي اخبرك يعني الحمد لله يعني ما انقطعنا، بس يعني ممكن 4 ساعات ما روع البيت، لانه في بيناتنا مسافه يعني تقريبا شيء 4 كيلو. نعم. اي من كان الجو ما هو ظابط، يعني لما بدي اروح عن عاشك هناك مشكله. صحيح. اظل يعني منتبهين للسؤال. مين بيختار الاغاني يا نزار؟ والله هي بتختار لحالها، يعني انا بعطيها الشغلات الطربيه كوني يعني للطرب ما انه بتحس شيء بيلبق لصوتها، فممكن تقترح عليها اغاني معينه. طبعا انا يعني بعرف يعني خامة صوتها، وهي رايحه تقريبا يعني صوتها عراقي عرفتي، بس حاليا عم نكترها شوي مشان نجيبها يم الطرب شوي، بتعرفي الطرب ما بنستغني عنه نهائيا. أكيد. نعم. أكيد. خديجة طب احكي لنا شوية، أنت أي نوع من الأغاني أو التراث بتحبي تغنيه؟ يعني أي شيء بتلاقي حالك فيه؟ أنا بلاقي كل شيء باللون العراقي والتراث الحوراني. العراقي الحزين بتغنيه، ما هيك؟ نعم. وطني كمان شغالة وعيد الأم شغالة، يعني وطني نحن بنشتغل طبعاً، مناسبات وطنية أكيد بنشتغل. شو أكثر أغنية هيك بتحبيها تغنيها وطنية؟ جنة جنة. يلا خلينا مع انه قاعدين هلا بجنة ليا. جنة 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 سوريا يا وطننا، جنة 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 سوريا يا وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب، يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب، وحتى نارك جنة حتى نارك جنة. ويا بلادي يا زينة يا حنة ايدينا، يا بلادي يا زينة يا حنة ايدينا، غالي ترابك غالي محروس بعينينا، غالي ترابك غالي محروس بعينينا، وحتى نارك جنة حتى نارك جنة. بالماضي والحاضر عين النسر الساهر، بالماضي والحاضر عين النسر الساهر، عحدودك وجنودك وترابك الطاهر، عحدودك وجنودك وترابك الطاهر، كل شعبنا غنى كل
شعبنا غنى. يسلم هالصوت يا خديجة، واكيد نحن كثير انبسطنا اليوم انك انت كنت ضيفتنا وصوتك كثير حلو، ونحن اكيد ناطرين على امل لقاء ثاني مع حضرتك، وهيك ان شاء الله نشوفك محققة كل شيء بتطمحي له من علم ومن فن ايضا. ونزار شكرا كثير على هالعزف الحلو، حتى قبل ما نبلش هوا عيشتونا اجواء كثير حلوه. انا بدي اتشكركم كثير. يعني بحب كمان اني قاطعتيني بسولافه خديجه هون، انا اول شيء عازف كمان، منش عازف عود. نعم. انا اساس عازف كمان. نعم. واحنا بالخليه بالانسه خديجه تابعين لكنيسه درعا الروم الارثوذكسيه. طبعا استاذ رياض الشتاوي من زمان يعني عم يتابع علينا كثير، وهناك عم نعمل بروفاتنا بالاسبوع مرتين، وخديجه شغاله معنا وطني وكل شيء. كل التحيه للفن وللمحافظه على هذا التراث. شكرا كثير لكم. زينب وين بدنا نروح هلا؟ هلا بدنا نروح نشوف العجينه، بس قبل بدي اتشكر وجودكم معنا. شكرا وجودكم معنا، روح نشوف شو